طيب سيادة المحافظ، أنا هنا بقى يبقى عندي شوية أسئلة في السريع. يعني أنا عارف إن إحنا أكيد عندنا في السجلات بتاعتنا في المحافظة عندنا أكيد يعني سجل تفصيلي للحديقة بتاعت أنطونيادس والقصر اللي موجود جوه وما إلى ذلك، سواء إذا كان زي ما حضرتك ذكرت كده القطع الفنية من التماثيل وخلافه، أنواع النباتات والأشجار اللي كانت موجودة في الحديقة والتي لا زالت بإذن الله، القصر نفسه وطرازه وشكله داخلا وخارجا. احنا المشروع بتاعنا هيشمل كل ده فيعاد للقصر والحديقة كامل الأبهة أبهة أبهة يعني السابقة زي ما كانت وقت البنى وقت ما اتعملت. اولا انا عاوز لو اي الكاميرات الخاصة بالقناة وبالبرنامج عن سعادتك تيجي تصور مدى الإهمال اللي أصاب هذه الحدائق، حدائق أنطونيادس. وهنشوف عملية التطوير، احنا عملية تطوير التماثيل كلها تطوير اولا. أيوه. هيبقى فيه النخيل والأشجار كلها تحت إشراف فني من وزارة الزراعة، وإشراف فني من معهد بحوث البساتين. أيوه. الزراعية. حلو. التماثيل كلها تحت إشراف خبراء يعاد ترميمها بالكامل. المباني اللي تهلكت وأصبحت شيء لا يصدق دي هيعاد ترميمها وتطويرها على ذات الطرز اللي كانت موجودة عليها. حلو. خبراء متخصصين بيرجعوا الحديقة كما كانت إن شاء الله. الحديقة زي ما بقول لسعادتك أنا أتمنى أي حد من الناس اللي بتسمعنا يجي يدخل بكرة يشوف الوضع فيها إيه ويشوف الوضع بعد كده هيبقى إيه. احنا 25 يوم حتى الان او بالضبط تحديدا 22 يوم الشغل على مدار ال 24 ساعه، حتى الاضاءات ركبنا اضاءات بالليل عشان الشغل يستمر على مدار ال 24 ساعه. حلو جدا.